أسعد الله صباحك زميلتي شوق، وأسعد الله صباح مشاهدينا الكرام. صبح عليكم بالخير جميعا. من فندق الدبليو، حيث تقام هذه الورشة التدريبية التي تستهدف كبار السن وتدريبهم على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى تكنولوجيا المعلومات. راح نتعرف طبعا أكثر على تفاصيل هذه الورشة اللي ينظمها مركز أو اللي تنظمها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع مركز مدى. راح يعرفنا أكثر عليها ضيفنا الأخ محمد المالكي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. صبحك الله بالخير أخوي محمد. صبحك الله بالنور والسرور أخوي عمار. بداية أخوي محمد، ودنا أنك تعطينا نبذة بسيطة عن هذه الورشة اللي تقام لكبار السن. بسم الله الرحمن الرحيم. الورشة هذه جاية من ضمن البرامج والمبادرات اللي تقيمها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مع الجهات المختلفة في الدولة، والتعاون بخصوص الورشة هذه جاية مع مركز مدى اللي هو مركز تكنولوجيا المساعدة، وهذه الورشة الأولى وإن شاء الله بتكون في ورش لاحقة. الورشة اليوم مختصة بتدريب المتقاعدين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، منها تويتر وفيسبوك وإنستغرام، وطرق الاستخدام الآمن لهذه البرامج. يعني يمكن يكون مستغرب ان انتم قاعد تدربون كبار السن على التويتر والسوشيال ميديا، فشو الاهداف اللي حطيتوها لتنظيم مثل هذه الورشه؟ مثل ما احنا عارفين ان وسائل التواصل الاجتماعي حاليا هي يعني مثل ما تقول الوسيله اللي يتواصل فيها جميع المجتمع القطري، سواء كان أو الناس في العالم، صاروا خلاص الكل يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل وتناقل الأخبار والمعلومات من خلالها. فتدريب المتقاعدين على استخدام الأجهزة الذكية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عشان يكونون في على تواصل دائم ويكونون قادرين على تبادل المعلومات بينهم وبين بعض، ما يكونون في عزلة من الأخبار، ويكونون يعني على دراية تامة بما يتم من أحداث يومية. وأكيد مثل ما ذكرت طبعا المجتمع بشكل عام الحين يعني صار التركيز كله التواصل، حتى التواصل بين الأفراد صار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فمثل ما ذكرت أكيد لأهميته الكبيرة وتدريبهم عليه له أهمية كبيرة. بس شلون لقيتوا الإقبال منهم؟ هل رغبتهم في المشاركة في مثل هذه الورشة كانوا متقبلين الموضوع؟ تفاعلهم خلال المحاضرة شلون كان؟ والله الإقبال الصراحة كان جيد، وفي عندنا دورات ثانية جاية الناس اوريدي بدأوا يسجلون فيها، يعني عندنا دورة الأسبوع الجاي إن شاء الله غطينا العدد بزيادة يعني الحمد لله. فالإقبال الحمد لله يعني كان غير متوقع، يعني إقبال كبير الحمد لله، وإن شاء الله بتكون في استمرارية لهاي الدورات الحمد لله بإذن الله. احنا بما انك تكلمت عن القادم، فودنا احنا يعني ناخذ الجديد الهيئه في من ناحيه دورات او من ناحيه فعاليات قادمه. الهيئه بشكل عام هي دائما يعني تحاول تعمل مبادرات وبرامج تدريبيه لتاهيل المتقاعدين. مثل ما انتم عارفين في كان برنامج خطوه مع بنك قطر للتنمية، ومر على 3 سنوات والحمد لله إقبال كبير، ولقينا دعم حتى من بنك قطر للتنمية، كان تعاون جدا مثمر، وإن شاء الله في مبادرات كثيرة جاية بإذن الله. بما أنك ذكرت برنامج خطوة أخي محمد، لو نأخذ فكرة بسيطة عن هذا البرنامج نذكر مشاهدينا فيه. هو برنامج خطوة، برنامج يأهل المتقاعدين على إدارة المشاريع، المتقاعدين الراغبين في فتح مشاريع جديدة نعطيهم دورات تدريبية تأهلهم لاختيار المشروع ولإدارة المشروع بشكل عام، قبل ما أنه يكون يعني يدخل في مشروع ولا قدر الله يخسر فيه وكذا. فنعطيهم دورة كاملة للمشاريع، وفي مشاريع تم اختيارها كأفضل 5 مشاريع، وتم منحهم حاضنات أعمال عن طريق بنك قطر للتنمية. بس السؤال الأخير عن مدى التعاون بينكم وبين مركز التكنولوجيا المساعدة مدى؟ هذه مبادرة جديدة بين الهيئة ومركز التكنولوجيا المساعدة قطر. ارتئينا أن
لا غنى عن الهواتف الذكية، لا غنى عن وسائل التواصل الاجتماعي، وفي برامج جديدة إن شاء الله بنطرحها، هي خاصة بمثلا شلون شخص يقدر يشتري تذاكر أونلاين، يقدر يتسوق عن طريق الأونلاين وكذا. فممكن يعني صارت حاجة ماسة أن يكون في تعاون مشترك بيننا، وأن المركز مركز مدى يدرب المتقاعدين عندنا أنهم يواكبون تطورات العصر الحالي. التعاون مثمر بإذن الله أخوي محمد بينكم وبين مركز التكنولوجيا المساعدة مدى، بالتأكيد نوجه لهم الشكر على تعاونهم ودعمهم لمثل هذه المبادرات والدورات التدريبية. مشاهدينا الكرام، كنا معاكم لتغطية ورشة مخصصة لكبار السن في تدريبهم على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التكنولوجيا الحديثة. من فندق الدبليو مشاهدينا الكرام، نرجع للزملاء في الاستديو.